احلى تحيات واحلى ترحيب تاتيكم من فريق برنامج قواهم الله مشاهدينا مشاهدين تلفزيون دولة الكويت. قواهم الله لكل العاملين في وزارات ومؤسسات الدولة والذين يعملون على خدمة المجتمع وتنميته. في كل حلقة نقوم بزيارة إحدى هذه الجهات الحكومية وسنعمل على تسليط الضوء لبيان جهود العاملين فيها ونقول لهم قواهم الله. نحييكم مجددا مشاهدينا مشاهدين برنامج قواهم الله. اليوم احنا متواجدين في الإدارة العامة للإطفاء، إدارة إطفاء الإنقاذ البحري وتحديدا مركز رأس السالمية. هناك 5 مراكز في ديرتنا الحبيبة الكويت. العاملين في هذه المراكز نقول الله يعطيهم العافية يقومون بطبعا إنقاذ الأرواح وكذلك الممتلكات والقطع البحرية ديرتنا الحبيبة الكويت. هذه المراكز طبعا تحتوي على زوارق جديدة وآليات جديدة وكذلك تطور في دور العاملين في هذه المراكز. اليوم نبي ناخذكم إن شاء الله بجولة في مركز رأس السالمية ونبين الدور الحيوي والمهم لرجال الأطفاء في هذه المراكز الخمس. تعالوا معنا. مركز سالمية للإطفاء البحري هو يعتبر المركز الرئيسي التابع لإدارة الإطفاء البحري، هو واحد من أصل 5 مراكز بحرية تتبع لإدارة الإطفاء البحري. طبعا مركز سالمية للإطفاء البحري كونه موجود في سالمية يغطي المنطقة الوسطى اللي تكثر فيها رواد البحر والحداقة وأهل اليخوت وقوارب النزهة والصيد. طبيعة العمل طبعا عندنا 3 نوبات 24 ساعة على مدار الأسبوع نتلقى بلاغات مختلفة، حريق وإنقاذ وحالات غرق كذلك. البلاغات حسب الموسم، يعني مثلا على فترة الصيف تكثر بلاغات الغرق وفترة الشتاء حالات الحريق والإنقاذ. طبعا احنا من كم يوم أقمنا حفل تدشين لدفعة جديدة من زوارق الإنقاذ. هذه الزوارق تعزز الأسطول البحري التابع لإدارة الإطفاء البحري وتطور خدمات البحث والإنقاذ في دولة الكويت. إدارة الإطفاء البحري تقوم بدورات تخصصية في مجال البحث والإنقاذ ودورات في مجال الملاحة لربابنة السفن وكذلك في مجال الغوص والغطس. يتم تدريب العاملين في إدارة الإطفاء البحري بحسب تخصصهم. على سبيل المثال لدينا ربابنة زوارق يتم إدخالهم في دورات تخصصية في علوم الملاحة، عندنا غواصين، عندنا كذلك مشغلين الآليات. كل هذه الدورات التأهيلية يتم تدريب العاملين في إدارة الإطفاء البحري بحسب تخصصهم. على سبيل المثال لدينا مجموعة من ربابنة الزوارق يتم إدخالهم في دورات تخصصية. على سبيل المثال حاليا عندنا دورة شغالة لعدد 18 ملازم بالتعاون مع القوة البحرية في الجيش الكويتي، يخضعون لمجموعة من الدورات والمواد الملاحية. كذلك عندنا الغواصين ومشغلي الآليات كذلك يتم تأهيلهم لمواكبة التطور الحاصل في الزوارق الموجودة عندنا في إدارة الإطفاء البحري. مشاهدينا من خلال استحداث طبعا الاسطول البحري بالانقاذ البحري قاموا بجلب طبعا زوارق حديثه منها زوارق الانقاذ وزوارق المكافحه، وقاموا بتاهيل الكوادر البشريه سواء من قياده هذه الزوارق النوعيه الجديده وكذلك قاموا بتاهيلهم على صيانه هذه الزوارق الحديثه من مهندسين وفنيين.
خليكم معنا مع برنامج قواهم الله. تماشيا مع خطة التنمية لدولة الكويت ومواكبة للتطور العالمي في خدمة مجال مهام البحث والإنقاذ والحماية الأرواح المحافظة والممتلكات، حرصت الإدارة عام الإطفاء على امتلاك أحدث الآليات وأحدث الزوارق، وتحديدا في إدارة الإطفاء البحري شهدنا قريبا تدشين حفل زوارق جديدة، زوارق إطفاء ومكافحة، وبحضور وتشريف من سيدي الفريق خالد ركان للمكراد تم تدشين هذه الزوارق وإدخالها فعليا بالخدمة. وتصنف هذه الزوارق بحسب طبيعة الاستخدام أو المهام، منها زوارق مكافحة وزوارق مكافحة وإنقاذ وزوارق إنقاذ بشكل منفصل. تختلف الزوارق كمكافحة عن الإنقاذ. زوارق المكافحة لمكافحة الحرائق بشكل عام والاستجابة للحوادث الكبرى، بينما زوارق الإنقاذ هي زوارق ذات تدخل سريع لمهام البحث والإنقاذ. بالنسبة للبلاغات التي تتعامل معها إدارة الإطفاء البحري، وخاصة ارتفاع نسبة حوادث الإنقاذ، منها 27 حادث فقط من النصف الأول لهذا العام وأكثر من 10 حالات غرق، مما يتطلب سرعة الاستجابة وتقليل الزمن وصول فرقة الإنقاذ إلى هذا الشخص المستغيث وهذه الحالة الطارئة. لذلك حرصت إدارة الإطفاء البحري بطاقمها الفني وكذلك أهل الاختصاص من رجال المكافحة بالاطلاع على أحدث المصانع وبحث عن أسرع زورق إنقاذ يكون قادر على تلبية سرعة ونداء الواجب بأسرع زمن. فمقارنة بالسرعات الماضية شهدنا اليوم سرعة تصل إلى 50 عقدة بحرية، وهذه سرعة قصوى. في الفترة السابقة كان بدن الزورق يعتبر من الحديد أو من الفيبر جلاس، اليوم شهدنا أبدان زوارق من الألمنيوم، يوفر عندي خفة في البدن. كذلك تصميم البدن كان كتر مران، بمعنى أصح نقول إحنا البيصين، إمكانية دخول الهواء من المنتصف ويعطي إمكانية ثبات واتزان بشكل أفضل. وسرعة المحركات 4 محركات تعطي اندفاع وسرعة استجابة. وتلاحظون في ما تشاهدون في هذه الزوارق جميعها بكابينة مغلقة، وهذا يعكس دور وحرص القيادة على جعل رجال الإطفاء وفرقة الإنقاذ والمكافحة أنهم يكونون بأفضل حال، بعيدة عن سوء الأحوال الجوية، عن الرطوبة وعن الحرارة وعن الغبار. وتتميز تلك الزوارق بوجود جنريتر ومحركات لوضع التبريد ووسائل الراحة، بالإضافة إلى جميع وسائل البحث والإنقاذ من أجهزة ملاحية، من أجهزة مساعدة لمهام البحث والإنقاذ، من كاميرات حرارية، كاميرات تمكن قائد الزورق وقائد الفرقة في البحث عن المفقودين كتصوير، سواء في الرؤية الليلية أو انعدام الرؤية في الغبار والضباب وحالات الطقس المعروفة.
الحمد لله تم استحداث زوارق الانقاذ او اسطول الانقاذ بزوارق جديده تعمل بنظام الجت ونظام الشلاعي المكاين. طبعا اكثر من زورق وكل مركز حطينا فيه زورق، والحمد لله يعني احنا جاهزين اكثر، جاهزيتنا افضل واسرع حق يعني حق اكثر من حاله، يعني حتى الحالات اللي نحتاج الى زوارق سريعه او زوارق تدخل في المياه الضحله هم الحمد لله غطيناها. زوارق الانقاذ تعتبر من الزوارق السريعه، تميز بسرعتها وغاطسها اللي يدخلك بالاماكن الضحله، فيها طبعا ابواب انه حق اذا بتطلع واحد من الماي فيكون لازم يكون قريب اللي احنا نسميه التدريج مال الزورق، يكون قريب من السطح فتقدر بسهوله تناور اذا في احد بالماي تقدر تطلعه وكذي. اما بالنسبه للزوارق الثانيه زوارق المكافحه تتميز في نظام الجت، نظام الجت يعتبر اسرع او اسهل بالمناوره حق المناورات السريعه في حاله مكافحه حرائق سفن او اشياء اخرى، يتميز بسرعتها بالمناوره وبنفس الوقت عن طريق دفع الماء او بنظام الجت ليسهل لك عمليه المكافحه بشكل كبير. بالنسبه للجدول التدريبي عندنا احنا نظام كل زام لازم يدرب النواخذه عنده على طريق المكافحه او عن طريق قياده الزوارق بشكل دوري، يعني مو محددين له جدول معين، لا بشكل دوري، يعني كل زام عند الفحص لازم يتدربون على زورق زورق. اما بالنسبه للصيانه عندنا مهندسين وفنيين تم تاهيلهم لصيانه الزوارق بشكل تام. مشاهدينا احنا حاليا على احدى زوارق الانقاذ الجديده بالاسطول البحري، الانقاذ البحري نقول الله يعطيهم العافيه. هناك طواقم طبعا كبيره قاعده تعمل على هذه الزوارق، منها طبعا الضباط والفنيين والنواخذه اللي يعملون على هذه الزوارق، وخاصه هناك غواصين كذلك يقومون بانقاذ الارواح لاي بلاغات تاتيهم للزوارق البحريه والانقاذ البحري. الإدارة العامة للإطفاء يوجد بها محافظة بحرية، وحاليا احنا مركز السالمية للإنقاذ البحري، ويتميز المركز انه يكون بوسط الكويت، يخدم الشمال ويخدم الجنوب للإسناد، والمركز فيه زوارق مكافحة وإنقاذ، وحاليا مثل ما انتم شايفين احنا بزورق إنقاذ اللي هو التدخل السريع اللي تم تدشينهم من قبل الإدارة العامة للإطفاء. وهذا الزورق يمتاز بأن القوة العاملة متوزعة بشكل متاح، مثل ما انتم شايفين بهالصوب عندنا الضابط، وحاليا هني ناخذه وتتوزع القوه العامله بهالمكان.
والزورق وكراوند تقدر تتحرك فيه من كل الاتجاهات. وإذا كنت بهذا الزورق تكون الحوادث كالآتي: يا انتشال جثة أو زوارق تدخل ماي، يكون هذا التدخل السريع لها، أو حالة غرق، لا سمح الله تكون في حالة غرق. ومهمتي كضابط في هذا الزورق بأني أوزع الأعمال وعلى كل شخص موجود. وكذلك تم تجهيز هذا الزورق من قبل قسم الصيانة البحرية، تخدم قسم المكافحة كأفراد وضباط من كل النواحي للحوادث، والأمور التعاون بين الوزارات، فيكون كامل الزورق من كل النواحي الفنية. بالنسبة للدورات، تم إعطانا دورة في تعاون مشترك مع القوة البحرية، وتم إعطانا دورة من قبل معهد القوة البحرية الجيش الكويتي، وكذلك يوجد لدينا دورة للإنقاذ البحري، هي تأسيس إنقاذ البحري. بخصوص القيادة البحرية، يتم تعيين ضباط ونواخذة لإشراف على المتدربين الجدد أو الموظفين الجدد، يتم تأهيلهم لمدة 3 شهور إلى 4 شهور عند حق استلام الزورق بالأمور الرسمية أو الحوادث الأساسية. بالنسبة لي كدوري أنا نأخذه، هذا واحد من زورق الإنقاذات، في غير الزوارق المكافحة هم من أنا أسوقهم، نطلع فيهم حوادث إنقاذ غرق مكافحة حريق. مؤهلي حصلت على دبلوم ملاحة ساحلية من المعهد العالي لصلاحة الملاحة، مكنني أني أسوق هالزوارق أحجامها ومكاينها المختلفة. اللي يميز هالزورق أول شيء مكاينه، 4 مكاين 350 حصان كل واحدة، فيه يختلف عنا زوارق ثانية: مكاين الخن، مكاين الجت وإلى آخره. طبيعة عملنا 24 ساعة أون و 48 ساعة أوف، ويتراوح بالزام من 3 إلى 5 مواخذة.
دوري كغواص بالزورق انقاذ 11 كحق التدخل السريع حالة الغرق فقدان ناس ناس محشورة من النواحي هذه يعني كعدد الغواصين يكون 4 كفرة كاملة يعني تطلع اي نعم نستخدم كل شيء بالزورق احنا الصراحة يعني شيء عام يعني ماكو شيء معين حق الغواص يعني بالزورق نفسه يعني مهمتنا بالزورق ان نزلتنا وصعدتنا كغواصين اسهل لنا يعني كزورق انقاذ يعني. مشاهدينا شفنا مع بعض تحديث الاسطول البحري اللي طبعا اداره انقاذ البحري نقول الله يعطيهم العافيه سواء لزوارق الانقاذ ولا لزوارق المكافحه والكوادر البشريه اللي تعمل على هذا الاسطول نقول قواهم الله. وكذا احنا وصلنا معاكم لختام حلقه هذا اليوم من برنامج قواهم الله على امل لقاء.